أول جولاتنا لليوم مشاهدينا بتكون معاكم من أرض العاصمة الرياض. يجتمع الخبراء والمختصون على مستوى العالم في معرض إينا الدولي للقطاع غير الربحي الذي يحظى برعاية سمو أمير منطقة الرياض من أجل تعزيز تنمية مستدامة وحياة أفضل للإنسان. تفاصيل أكثر عن هذا المعرض وفعالياته بنعرفها مع الزميل سلمان سليس. أمسي عليك بالخير سلمان. لو نعطي المشاهدين يعني تفصيل أكثر عن هذا المعرض وما هي أهم القضايا الإنسانية اللي تم مناقشتها فيه. تفضل. أهلا وسهلا، أمسي عليك وعلى مشاهدينا الكرام بالمسرات. طبعا مثل ما ذكرتي أتواجد الآن في معرض إينا للقطاع الربحي الذي ينطلق في نسخته الثانية بمشاركة أكثر من 80 قطاع في القطاع الربحي. القطاع الربحي مثل ما أنتم عارفين يدعم فئة كبيرة جدا من المجتمع، وضمن رؤية المملكة 2030 جاء دعم القطاع الربحي. للحديث أكثر عن المعرض ينضم بجانبي المهندس محمود العوضي رئيس التنفيذي للمعرض. حياك الله مهندس، ودنا نتحدث عن المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. معرض إينا الدولي للقطاع غير الربحي ينطلق الآن في نسخته الثانية برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وتم افتتاحه يوم أمس بحضور معالي الوزير أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. النسخة الثانية من هذا المعرض ينضم فيها أكثر من 90 جهة عارضة، في عندنا 4 منظمات دولية مشاركة، في عندنا 7 جهات حكومية مشاركة، أيضا يجمع ما بين الجمعيات المهنية، الجمعيات الخيرية، الجمعيات ذات الجمعيات المتخصصة بالمؤازرة والتأييد، أيضا يجمع مؤسسات مانحة وكذلك مزودي خدمة من القطاع الخاص. شكرا لك مهندس. طبعا عهد احنا بنستضيف الجمعيات المشاركه اليوم. ينضم معي الرئيس او رئيس مجلس اداره جمعيه كفاءات الاستاذ احمد العتيبي. حياك الله استاذ احمد رئيس جمعيه كفاءه للصيانه والتشغيل. ودنا نتحدث عن الجمعيه وعن مشاركتكم اليوم. اهلا وسهلا فيك، حياكم الله. بالنسبه لجمعيه كفاءه للتشغيل والصيانه هي مرخصه من المركز الوطني لتنميه القطاع الربحي برقم 2054. الجمعيه متخصصه في التشغيل والصيانه والانشاءات والترميم لكافه المرافق، وهي تخضع للاشراف الفني لوزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. اليوم مثل هذه المعارض التي تقام وتشاركون فيها، ماذا تقدم لكم انتم في القطاع الربحي؟ في الواقع هذا المعرض اليوم اللي ينطلق برعايه سمو سيدي امير منطقه الرياض وحضور معالي الوزير احمد الراجحي، حقيقه في النسخه الثانيه يعني شهدنا تطور كبير، شهدنا منظمات دوليه مشاركه موجوده، اليوم عدد كبير من جمعيات من عدد مناطق المملكه، وهذا قد يكون اليوم نتاج لرؤيه سمو سيدي ولي العهد حفظ الله ورعاه، انه مثل هالتجمعات وهالمعارض اليوم ينتج عنها اتفاقيات مع بين عدد من الجمعيات المشاركه، وايضا يتباحثون يتدارسون بعض المعوقات وبعض الحوافز اللي ممكن ننطلق فيها في الفترة المقبلة، وهي تعكس أيضا مدى اهتمام الدولة رعاها الله بموضوع القطاع الثالث وتحديدا الجمعيات الأهلية غير الربحية اللي اليوم نجدها في مجموعة من القطاعات والمجالات اللي إن شاء الله بتنعكس على مشاريع الدولة المنتشرة في عدد مناطق المملكة. أستاذ أحمد، أنا قبل شوي أشوفك أنت قاعد تناقش ناس من خارج المملكة في تبادل خبرات، ودنا نتحدث عن تبادل الخبرات هذا إيش؟ الحمد لله، يعني القطاع قد يكون اليوم يحقق قفزات جدا مهمة، أصبح يعني يتقدم يعني مراتب متقدمة على مستوى العالم مع يعني انطلاق الرؤية. أيضا عندنا ضمن القطاع يعني نتشرف اليوم بوجود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أيضا عندنا برنامج إعمار اليمن، عندنا مجموعة من المنظمات السعودية التي تندرج يعني تحت مظلة القطاع غير الربحي والقطاع الثالث تحديدا، تمثل المملكة خير تمثيل وهي تعبر عن مدى اهتمام الرؤية بهذا القطاع. شكرا لك أستاذ أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية كفاءة. طبعا عهد الجميل في الأمر كل العروض أو كل الجمعيات والقطاعات اللي تشارك هنا تقدم نموذج جميل جدا في القطاع غير الربحي. أكيد، شكرا جزيلا لك على نقل هذه التفاصيل من هذا المعرض الدولي الزميل سلمان سليس، وأكيد شكرا لضيوفك الكرام.